ناخذ اخر تلفون ومنها ونطلع فاصل. نمشي الكدر ودي للكدر والتحيه. السلام عليكم. عليكم السلام، منو؟ احمد محمد احمد. حباب احمد محمد احمد من ناس الكدر والتمام. حبابك طم. ان شاء الله انت مبسوط. والله بس الطب الحمد لله. الكدر والسوق شغال ولا واقف؟ شغال الحمد لله. اقفل تلفزيونك تبع انا يا الصوت. قافل قافل. ابشر تب. ابشر يا اخي، ان شاء الله ربنا يبشرك بالخير يا اخي. اللهم امين ان شاء الله. ابو حميد. مرحبا. لعبت صفرجت قبل كده؟ كثير. ما شاء الله، تعال نلعبها كثير، جاي نلعبها مره واحده وان شاء الله تفوز من قولتي، تقول امين. الله ابشر. يلا ان شاء الله، فخري او مش فخري، هو احمد من الكدر. احمد. نعم يلا، يلا. نبدا خمسه. ابدا خمسه ما شاء الله، والله يبقى خلاص انت المذيع، انا بس كنت ساي ثاني. ابدا خمسه. الكمبيوتر سبعه. واحد. واحد. الله الله عليك يا ابو حميد يا اخي، والله ايقاع جميل. احمد واحد. الكمبيوتر اسرع. احمد اختار واحد. الكمبيوتر ثمانيه. احمد فرصتك. تسعه. الله عليك. احمد من الكدر من اول محاوله طوالي دخل معانا، ليه؟ شختك بختك. يلا يا ابو حميد، عندنا 9 و12 من 16 لحد 20 كله قاعد. راد 12. 12. حاتم محمد احمد 12. سؤال. سؤال يا ابو حميد، ان شاء الله يجيك سؤال سهل زي طيبتك وتفاعلك الجميل المعانا ده. طيب ان شاء الله. المضيق الذي يربط خليج عدن والبحر الاحمر هو شنو؟ عدن البحر الاحمر. البحر الاحمر وعدن في مضيق بيناتهم. اسمه باب شنو طيب؟ باب شنو يا ابو حميد؟ باب المندب. الله عليك يا ابو حميد، باب المندب. 1000 جنيه في الكدر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو حميد. يلا ها، تسعة. تسعة شنو؟ اختار تسعة و16 لحد 20. 16. 16. تسعة بيتها مالك؟ 16. 16. سؤال. سؤال لأبو حميد من الكدر، عنده 1000 جنيه، قال باب المندب بعد المساعدة، لكن نعتبرها 1000 جنيه صحيحة. طيب السؤال حيجينا على الشاشة عشان نوريه لأبو حميد من الكدر، والشاشة كتمت وسيومون مانا نحن. الشاشة سكت الساي. طيب جات الحمد لله. طيب يا أبو حميد، صحابي نعم. حمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهره يوم أحد حتى صعد به على الصخرة، وهو من المبشرين بالجنة العشرة. العشرة المبشرين بالجنة، يعني ثواب عظيم هذا الصحابي الجليل، وعنده مواقفه في الإسلام وفي الدعوة كبيرة. ومن أشهر أعماله اللي ذكرتها السيرة النبوية إنه في غزوة أحد حمل النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره حتى صعد به على الصخرة. ما قصرت معك. لا تقريبا طلحة بن عبيد الله. الله عليك يا سلام يا سلام يا ابو حميد. 2000 2000 2000 2000 يا سلام. الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله. طيب نرجع تاني لابو حميد، عندك 2000. نعم. عندنا 9 و17 لحد 20. 18. 18. الشغيل نصر الدين الشغيل. سؤال. سؤال. سؤال لأبو حميد، عنده 2000 ماشي معانا تمام. ماشي معانا تمام. طيب النادي الذي يمثل مدينة القضارب في الدوري الممتاز حاليا هو شنو؟ ده سهل. سهل. الشرطة انت. يا سلام عليك يا سلام عليك. 3000 جنيه. 3000 جنيه الشرطة القضارب. يا سلام يا أبو حميد يا أخي، يعني أحلى زول جه في الحلقة لحد هسي، ده كله نومونا وناموهن غايته صعب. يلا يا أبو حميد عندنا 9. اللجنة دي كلها ها؟ إن شاء الله حنكمل اللجنة دي كلها إن شاء الله تكمل إنكيت يا رب العباد. عندنا 9 و17 و20 و19. يلا يا أبو حميد. 20. 20 20 20 20 20. سؤال. سؤال لأبو حميد من الكدر، عنده 3000 جنيه، أفضل متسابق إلى الآن. طيب أغنية ضنين الوعد التي يتغنى بها الفنان عبد الكريم الكابلي
هي من أشعار منو؟ ضنين الوعد. ضنين الوعد شاعرة منو؟ غنى بها أستاذنا الكابلي. ضنين الوعد؟ أيوة يا ضنين الوعد. مصطفى سند. في الأوت للأسف هو صديق مدسي. إذن فاصل ثم نعود من جديد للمسابقة الأكبر. صفرجت.